ياسين وحمزة ونادية، ولاد نجم الأكشن أحمد السقا، والإعلامية مها الصغير. ما بيحبوش السوشيال ميديا ومش بيتفاعلوا مع الجمهور، قرروا انهم يبعدوا عن الفن والتمثيل. الا اخوهم الكبير ياسين اللي مش بس واخد ملامح وشكل ابوه، لا ده كمان وارث منه ميول الفنيه وبيدرس الاخراج في امريكا. يا ترى مين هم اولاد احمد السقا الثلاثه وبيعملوا ايه في حياتهم؟ ده اللي هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. أحمد السقا ما بيحبش يظهر ولاده كتير في السوشيال ميديا والإعلام، لكن ياسين وحمزة ونادية كبروا وبقى الأمر بالنسبة للسقا مختلف، وبقى فرحان بأنهم شبهوا حتى لو مش كلهم عندهم رغبة في التمثيل. ابن أحمد السقا التاني هو حمزة السقا، وده مختلف تماماً عن أخو ياسين الكبير، لأنه ما فكرش ولا مرة في الظهور في أي عمل فني زي ما عمل أخو ياسين. كمان ما بيحبش السوشيال ميديا ولا بيحب الإعلام. الابنة التالتة لأحمد السقا هي نادية، هي في طباعها قريبة شوية لأخوها حمزة. هما الاتنين ما بيحبوش الظهور في الإعلام، إلا إن نادية ظهورها مقتصر بس على إنها تشارك صورتها مع باباها أحمد السقا في ميلاده. مين هو بقى؟ ياسين السقا. ياسين السقا هو الابن الأكبر في أبناء أحمد السقا، ومش بس واخد ملامح أبوه كاريزمته وشخصيته، لا كمان ده واخد منه الموهبة الفنية. ده الاختلاف ما بينه وما بين إخواته الصغيرين. مش بس كده، ده كمان اختار إنه يتقل موهبته ويثقلها بالدراسة في جامعة نيويورك، بس قرر إنه ياخدها من منظور مختلف وهو الإخراج. في 2020 ياسين السقا أخرج أول فيلم ليه بعنوان بلو بوي، واللي بيناقش قضية الاكتئاب والتعاطي وتأثيرها على الشباب. ياسين ما كانش بس بيخرج الفيلم، لا كمان قام بدور الشخصية الرئيسية في الفيلم، كان مع صديقاته نور ومريم بنات الراحل عامر منيب. لما سأل ياسين السقا عن فكرة الفيلم جاوب بكل صراحة إن الفكرة جات له من فيلم أجنبي تاني كان بيناقش قضية التعاطي برضه، لما اتفرج عليه هو ومامته خرجت تبكي لمدة 6 ساعات. من هنا هو قرر إن فكرة فيلمه الأول هتكون عن التعاطي. ياسين السقا وهو بيعمل دعاية فيلمه الجديد قرر إنه يستفيد من كونه ياسين السقا ابن النجم أحمد السقا، اللي ليه علاقات كتير جدا مع فنانين كتير. قرر وقتها إنهم يتكلموا عن القضية دي وعن فيلمه في فيديوهات منفصلة ومتصلة، وتكون هي دي مدخل دعاية الفيلم. بالرغم من إن ياسين السقا لسه خطواته في الوسط الفني محدودة، إلا إن أزمة كبيرة حصلت بسبب ترتيب اسمه في تتر مسلسل الاختيار، واللي سبق ترتيب اسم الفنان صبري فواز، واللي ليه تاريخ كبير في العمل الفني. مش بس كده، كمان النقد الفني مجدي الطيب انتقد وجود 2 مساعدين للفنان الصاعد أحمد السقا، اسمه موجود كمان على التتر قبل أسماء فنانين كبار. وده اللي اضطر والدة ياسين الإعلامية مها الصغير إنها تتدخل وترد على الطيب، وتقول له إن ابنها ما عندوش مدير أعمال ولا مساعدين، وإن الأسماء الموجودة على التتر هي خطأ من صناع المسلسل، مش من إن ابنها هو اللي عمل كده. وزي ما في أعمال ياسين السقا اللي بيها لسه بيكتب اسمه بالقلم الرصاص في صفحات الفن عملت أزمة، في كمان الشائعات والأخبار العاطفية عن نجل السقا المدلل هي كمان بتعمل أزمة، وكان أشهرهم إشاعة خطوبة ياسين السقا من بنت الفنان محمد هنيدي، ولوقت ما انتشرت الجمهور فرح بيها جدا لأنه ربط بين خطوبة الأبناء وصداقة الآباء، واللي بدأت من أفلام اتحفرت في قلوبنا زي همام في أمستردام، صعيدي في الجامعة الأمريكية. مش بس كده، ده كمان سكوت الأسرتين عن التعليق بالنفي أو الإثبات، الخبر ده زود الشائعة وقتها جدا لدرجة الجمهور بقى بيسأل هو فرحهم إمتى. لكن مع الوقت واللقاءات الفنية المنفصلة للأسرتين اتعرف إن الخبر ما هو إلا إشاعات تداولتها السوشيال ميديا.